بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال حديث الساعه. تاجيل القمه ما بين الاهلي والزمالك يوم الثلاث اللي فات، تاجيل القمه بين الاهلي والزمالك يوم 15/10/2019، الحجه الدواعي الامنيه. المباراه كانت من المفروض انها تقام امبارح السبت 19/10/2019. امبارح صحيت 8 الصبح، بدات اترقب وتابع اليوم من اوله واشوف ايه هي الدواعي الامنيه اللي تستدعي تاجيل مباراه قمه ما بين الاهلي والزمالك. بالمناسبه مباراه الاهلي والزمالك مش مباراه في كره القدم، مش مجرد مباراه 90 دقيقه، ده هي عنوان الرياضه في مصر، بتتاخد منشتات في كل صحف العالم، في الوطن العربي وفي الخليج وفي أفريقيا، في العالم، العالم كله بيتكلم عن أهم ديربي موجود في كرة القدم، الأهلي والزمالك. امبارح الساعة 8 الصبح السبت ابتدت ملاعب الناشئين كلها في مصر بمباريات البراعم، البراعم مواليد 2010 و2009 و2008 و2007 و2006 وكان الجمعة 2005. جماهير كتير حضرت من أولياء الأمور، عدد كبير يفوق عدد الجماهير اللي بتحضر مباراة الأهلي والزمالك، وآخرها كان السوبر المصري الساعة 3 العصر. أيضا المناطق في كل محافظات مصر بتقيم مسابقة المناطق لمواليد 2000 و2002، وأيضا بطولات الجمهورية مواليد 99 و2001 و2003 و2004. ده كان الساعة 3 العصر. وأخيرا في نفس اليوم مباراة في الدوري الممتاز. ما شاء الله، يوم مش مر عادي في مصر، السبت 19/10/2019 ده كان يوم أكثر أمانا. من هنا فهمت أو تيقنت أو عرفت إن تأجيل مباراة الأهلي والزمالك ما كانش الدواعي أمنية، كان من الاتحاد المصري أو اللجنة الخماسية لإدارة الكرة رغبة لشخص. زي ما ناس كتير بتسأل بتقول فين الأخلاق وسط الرياضة؟ الرياضة اتعملت عشان الأخلاق، ليه الأخلاق بقت تايهة وسط الرياضة؟ الرياضة ما بقاش فيها أخلاق، بقت الأخلاق غريبة عن الرياضة. عايزين ترجعوا وتعرفوا السبب؟ هو نفس الشخص. تقريبا من حوالي 20 سنة وكان موجود الراحل العظيم الكابتن صالح سليم، توفاه الله، جه بعده الكابتن حسن حمدي. رحل الكابتن حسن حمدي وجه المهندس محمود طاهر، ورحل المهندس محمود طاهر ودلوقتي موجود الكابتن محمود الخطيب. والفتنة بتزيد بين الأهلي والزمالك من 20 سنة، والسبب برضو هو نفس الشخص. لو عايزين تستخدموا الدواعي الأمنية صح وتكون في محلها، حطوها ضد نفس الشخص، هتنقذوا جيل حالي وأجيال كتير جاية هي مصر. بعيد عن العشوائية اللي ضربت جدول مسابقة الدوري الممتاز، نروح للقطة المضيئة، اللقطة الحلوة، اللقطة المبهجة، اللقطة اللي بنحيي كل مسؤول عليها عشان يبعت رسالة أو يبعث رسالة إن مصر بلد الأمان. مسابقات الناشئين، مسابقات الناشئين اللي من أول يوم اتحطت من أول الموسم، مسابقات البراعم والمناطق الجمهورية، كل المباريات تتلعب في الساعة والدقيقة والثانية. بس خلي بالكم، مش ساعة زي ساعة الجنينة، ساعة تروح وساعة تيجي، ساعة الناس وبتقف عند ناس، بتمشي مع ناس وتقف عند ناس، لا، ساعة منتظمة. بحيي عليها المسؤولين في اتحاد الكرة، المسؤولين عن مسابقات الجمهورية، وأيضا المسؤولين في المناطق، المسؤولين عن بطولات البراعم وكمان المناطق. جدول اتحط من أول دقيقة الناس كلها ماشية عليها. اللقطة الحلوة
ان لما تشوف مباراه الاهلي والزمالك بتتلعب في الاسبوع الثاني. كان زمان بتتلعب في السويس، بياخدوا الفرقتين بعيد عن الجماهير وبعيد عن اي حد ويلعبوا في السويس. السنه دي اتلعب مباريات الاهلي والزمالك، اربع فرق من النادي الاهلي بيلعبوا في 100 عقبه. مره النادي الاهلي بيخسر، ومره بيتعادل، ومره بيكسب، والدنيا حلوه، وهي دي مصر بلد الامان. لما تشوف ملاعب البراعم وفيها عدد كبير من اولياء الامور في كل مناطق مصر، دي رسائل مهمه. رسائل مهمه بتبعت رساله امن ان مصر قادره انها تنظم اي مباراه واي بطوله. اتمنى الرساله اللي انا قلتها تكون وصلت للجميع ويفهمها الجميع. أوجه كلمة لجمهور الأهلي العظيم. مبادئ النادي الأهلي وكبريائه مفيش تنازل عنها تحت أي ظرف من الظروف. في الأهلي بنقدر دايماً نضيف بطولات على بطولاتنا، والأجيال بتسلم بعض، وهي دي روح الفانيلا الحمراء. مش ممكن، ما فناش فريق يلعب لاخر لحظة وكتب تاريخ وحول وجهة قوس مثل النادي الأهلي. مش ممكن على هذه الأسطورة الأهلوية، لا يستسلمون، يلعبوا لاخر لحظات. ربك يحبهم والكورة تحبهم وهم يحبوا أنفسهم، ولذلك دائما يفوزون. الروح دي هي اللي خلت كيان الأهلي هرم مصر الرابع. انتصاراته من انتصارات مصر، وشموخه وكبرياءه من شموخ وكبرياء مصر، ودوره انه ينشر القيم دي بين المصريين ويرسم الابتسامه على وشوش المصريين. ليه هذا فريق اسطوري؟ بالفعل هو من خانه الفرق الاسطوريه. ومن هنا رسالتي لفريق النادي الاهلي، انتوا قدامكم مهمه صعبه، بس انا عارف انكم قدها، مش بس عشان الماتشات اللي جايه، ولكن عشان انتم عليكم مسؤوليه رسم السعاده على وشوش المصريين، وده اللي اتعودنا منكم، ودي مسؤولياتكم، وده قدركم، وده قدر النادي الاهلي اللي من يوم ما بناها اجدادنا، ودي فرصتكم كمان الحقيقه انكم تكتبوا تاريخ جديد للمستقبل ان شاء الله. هذا هو الاهلي. ومن هنا كلمتي للجمهور، في الوقت اللي ممكن يتخلى عنك ناس كتير، عمر جمهور الاهلي ما تخلى ابدا عن الاهلي، وفعلا جمهور الاهلي هو حنا الاهلي. طلبي من الجميع اننا نعيش شعار الاهلي اللي اتربينا عليه، الاهلي فوق الجميع، ولما نبقى في مدرج نفكر بس في الاهلي، نشجع فرقتنا بس، مش عايزين اي اساءة لاي حد، لاي حد. بالفعل هو من خانة الفرق الاسطورية، بألقابه، بامجاده، بانجازاته، بامتيازاته، من يومه، من تاريخه، في ساعات الاختلاف، الاهلي يجمع المصريين، وفي ذات الساعات وفي يوم المحن الاهلي يرسم بسمه ويرسم دمعه، دمعه فرح في عيون المصريين. النهارده الاهلي محتاجكم في ظهره بالطريقه اللي تساعده وتقويه، عايزين نهتف للاهلي بس، عايزين جمهور بروح الفانيلا الحمراء. النهارده اكتر من اي يوم الاهلي محتاج جمهوره، الاهلي محتاج جمهوره جنبه وفي ظهره، لان ببساطه جمهوره ده حماه. خليك لينا يا اهلي، يعني دايما بترفع راسنا ودايما بتفرحنا وتسعدنا بكل تأكيد. اربع حروف كتبوا الانجاز، الاهلي كيان، الاهلي كيان، الاهلي رمز، الاهلي عزيمه، الاهلي اصرار، الاهلي دايما بيلعب حتى الثانيه الاخيره. الاهلي مشاهدينا شمس لم تغب عنها البطولات، الاهلي متابعينا هو محطم كل الارقام القياسيه في القاره السمراء سابقا، الا اصبحت حاليا هي القاره الحمراء. الاهلي مشاهدينا بطل سنين وشعبيته تخطت الملايين، الاهلي دائما هو صانع السعاده والفرحه والابتسامه على وجوه الجماهير المصريه. ربنا يخليك لينا يا اهلي، ربنا يخليك لينا يا اهلي، يعني دايما بترفع راسنا ودايما بتفرحنا وتسعدنا بكل تأكيد. الاهلي كيان والاهلي رمز والاهلي منظومه كرويه صح، لان الاساس من اوله صح والمنظومه من بدايتها صح، علشان كده الاهلي ماشي طول عمره صح. يحيى الاهلي، يحيى الاهلي، يحيى الاهلي، وقبل الاهلي تحيا جمهوريه مصر العربيه.
نروح لأول فقرات برنامج الأشبال وأخبار الناشئين والأشبال في الصحف والمواقع. ومن هنا بنشكر كل المواقع اللي دايما بتغطي وتهتم بقطاعات الناشئين ودايما بترصد الأخبار والنتائج أول بأول. وهنبتديها مع النادي الأهلي مواليد 2000 أهلي 2000 يفوز على المطرية 7-0 في افتتاح بطولة المنطقة. بطولة المنطقة فاز النادي الأهلي بنتيجة 7-0. مثل النادي الأهلي تشكيل مكون من حراس المرمى محمد أشرف، في الدفاع علاء الشربيني ومحمد حسام ميدو، حسوم محمد وميدو الرفاعي، في خط الوسط وليد عطية وياسين علي ومحمد علاء ومحمد حجازي ومحمد خليل، وفي الهجوم العربي جمال. الشوط الثاني شارك زياد طارق بدلا من ياسين علي، محمد هاني بكار بدلا من محمد خليل، وكرم النقيب بدلا من وليد عطية. سجل للنادي الأهلي العربي جمال 3 أهداف، وافتكروا معايا الاسم ده، العربي جمال، وليد عطية، علاء الشربيني، محمد حجازي، ومحمد هاني بكار، هدف لكل لاعب. الجهاز الفني لفريق 2000 كابتن مدحت طه اسماعيل مدير فني، اشرف ابو زيد مدرب عام، خالد حسن مدرب حراس مرمى، صابر سناده اداري الفريق، محمد فتحي درويش طبيب الفريق، واحمد عبد الخالق اخصائي التدليك. ده كان اهلي 2000. نروح بقى لفريق 2001. فريق 2001 فاز على دمياط 2-1 وديا، سجل الاهداف محمد ياسر هدفين. المباراه اقيمت تعويضا عن عدم وجود مباراه في الجولة العاشرة. النادي الأهلي كان مفروض في مباراة مع أسوان، لكن فريق أسوان انسحب من بطولة 2001 نظرا للتكاليف الكبيرة على فريق أسوان، فانسحبوا من البطولة. فالنادي الأهلي في الراحة فضل أن الكابتن أحمد سراج يجهز كل اللعيبة فعمل مباراة ودية مع فريق دمياط. نروح للخبر اللي بعد كده مع 2002، مع بطولة منطقة القاهرة. النادي الأهلي بيفوز بنتيجة كبيرة على نشئ العمال 23-0. النادي الأهلي بدأ بتشكيل مكون من عمر عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، خط الدفاع يوسف علي وعلاء الملكي وأحمد سيد عبد النبي وأيمن عبد الله، خط الوسط جلال فارس، محمد خالد وكريم سعد الله وأحمد عربي وعلي عمرو، وفي الهجوم أحمد سيد غريب. الشوط الثاني شارك هادي عمارة بدلا من أحمد سيد عبد النبي، محمد هشام بدلا من جلال فارس، ومازن هاني بدلا من علي عمرو. الأهداف جت عن طريق أحمد سيد غريب 7 أهداف ما شاء الله، علي عمرو برضو نفس الكلام 5 أهداف، محمد هشام 3 أهداف، ومحمد خالد هدفان، وأحمد عربي هدفان، ومازن هاني هدفان، وأحمد سيد عبد النبي وهادي عمارة هدف لكل لاعب. النادي الأهلي ابتدى المشوار كده 3 نقاط و23 هدف. هتكون معانا الأهداف إن شاء الله هنعرضها مع حضراتكم بالصوت والصورة. الجهاز الفني لفريق 2002 كابتن ياسر محمدين مدير فني، محمد سماره مدرب عام، فتوح محمد مدرب حراس مرمى، عماد انور مدير اداري، محمد مصطفى طبيب الفريق، وطه محمد عبد الرحيم اخصائي التاهيل البدني، وعبد الحميد حسين ايضا مدلك. هنروح برضو لنتائج الجوله العاشره لدوري الجمهوريه اللي زي ما قلتوا لحضراتكم النادي الاهلي يعني كان مريح في الجوله العاشره عشان فريق اسوان كان منسحب من البطولة. فوز إنبي على الزمالك 1-0، بيراميدز على الجونة 1-0، الاتحاد على طلائع الجيش 1-0، تعادل سموحة وحرس الحدود بالتعادل الإيجابي 2-2، ووادي دجلة مع المصري تعادل السلبي 0-0، طنطا مع المقصة 1-1، اف سي مع الإسماعيلي 1-1، والإنتاج الحربي مع المولين 0-0. وزي ما قلت لحضراتكم حصل الأهلي على راحة نظرا لانسحاب أسوان من البطولة قبل انطلاقها في 23 أغسطس الماضي. نروح ايضا مع 2001 ولكن مع منتخب الشباب، الكابتن ربيع ياسين اللي بيتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. استدعى 5 لاعبين من النادي الاهلي. اللاعبين في حراسه المرمى حمزه علاء، جناح ايمن محمود صابر، ظهير ايسر محمد اشرف، عربي بدر لاعب خط الوسط، والمهاجم محمد سلامه. هقول برضو لحضراتكم القايمه كامله. قايمه منتخب مصر الشباب: حمزه علاء الأهلي، إيهاب حسن العايد المصري، محمد الشناوي تروجيت، محمد سلامة الأهلي، أحمد عيد الزمالك، محمود صابر الأهلي، فارس محمد مجاهد سموحة، حازم هاني المنصورة، عبد الرحمن العشري إنبي، محمد أشرف الأهلي، عبد الله عازل إنبي، زياد محمد كمال إنبي، العربي بدر الأهلي، إبراهيم عادل علي بيراميدز، محمود صابر عبد المحسن المستقبل، عبد الغني محمد عبد الغني الاتحاد، أسامة فيصل الزمالك، زياد فرج المصري، محمود محمد عباس بتروجيت، عماد ميهوب بيراميدز، حسام حسن غزل المحله، حماده فاروق مصر المقصه، ويوسف المجيد هرتا برلين، وزياد الجيوش الجونه. ما شاء الله شايف تشكيله كان زمان دايما منتخبات لاهلي وزمالك، انا هنا شايف اهلي وزمالك ومصري، اسماعيلي، انبي، بيراميدز،
المستقبل كمان في القسم الثاني وبتروجيت القسم الثاني غز المحله القسم الثاني مصر مقصه ما شاء الله والجونه ما شاء الله شايف تشكيله كبيره. اتمنى ان شاء الله للكابتن ربيع ياسين كل التوفيق في الاستعداد لان شاء الله التصفيات القادمه. هروح بعد كده لمنتخبنا الاولمبي كابتن شوقي غريب يعلن موعد اعلان قائمه منتخب مصر الاولمبي ببطوله امم افريقيا 23 سنه. كابتن شوقي غريب طبعا مجموعتنا بتضم الكاميرون وغانا ومالي، هنبتديها ان شاء الله مباراه الافتتاح مع مالي منتخب قوي ومجموعه قويه. الكابتن شوقي غريب القائمه هتكون 21 لاعب اللي هتشارك في البطوله. هيعلن ان شاء الله القائمه يوم 28 اكتوبر الحالي الشهر الحالي يوم 28. لن يتم حس موقف القائمه الا بعد انتهاء جميع مباريات الدوري الممتاز، ده كلام محترم. لا قدر الله اي اصابه اي ظروف ما فبيعلن القائمه بعد انتهاء يعني مباريات الدوري الممتاز. كابتن شوقي غريب هيعلن قائمه لتضم 21 وانا يعني الكابتن شوقي هيكون في حيره، حراسه المرمى في خط الدفاع في الوسط في الهجوم عنده لعيبه كتير جاهزه بس هيكون الاختيار صعب. نتمنى ان شاء الله 21 بيمثلوا مصر كل التوفيق ليهم مع الجهاز الفني. دي كانت اخبارنا مع النادي الاهلي ومع منتخب الشباب ومع المنتخب الاولمبي اللي بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. الفتره اللي فاتت معانا جرافيك طيب ماشي، نشوف دلوقتي معانا جرافيك ل 2003. 2003 ما شاء الله من الفرق اللي يعني شغاله كويس جدا الموسم ده. فريق 2003 الاهلي وطنطا فاز في المباراه الاخيره على طنطا بنتيجه 5-1. المباراه اللي قبلها الانتاج الحربي نتائج الفرق في الاسبوع السادس، دي كانت المباريات اللي الاسبوع السادس. النادي الاهلي فاز على طنطا 5-1، الانتاج الحربي فاز على وادي دجله 1-0، الجونه على اسوان 2-0، الاتحاد السكندري على الاسماعيلي فاز على الاتحاد السكندري 4-2، التعادل الايجابي بين الزمالك ومصر المقاصه 1-1، فوز سموحه على المقاولين العرب 1-0، فوز بيراميدز على حرس الحدود 3-1، فوز انبي على طلائع الجيش 2-0. عندنا ما شاء الله فريق 2003 دي كانت النتيجه الاخيره، الاهلي وطنطا 5-1. فريق 2003 السنه اللي فاتت ما كانش بيمر بظروف جيده، يعني كان السنه اللي فاتت لسه العجله ما مشيتش. السنه دي ما شاء الله مع الكابتن محمد سعد عاملين نتائج ما شاء الله هايله من اول بطوله الدوري. زي ما احنا شايفين دلوقتي جدول المسابقه معانا في المنافسه او في الصداره هتلاقي انبي والاهلي، السنه دي الاهلي بينافس وبقوه. فريق انبي لعب 6 مباريات 18 نقطه، الاهلي لعب 6 مباريات 16 نقطه، تعادل في مباراه كانت امام نادي الزمالك في 100 عقبه عشان بس الامور الدواعي الامنيه. النهارده النادي الاهلي بيلعب مع الزمالك وفي 100 عقبه ومفيش دواعي امنيه. وادي دجله في المركز الثالث رصيد 12 نقطه، الزمالك في المركز الرابع رصيد 11 نقطه، بيراميدز في المركز الخامس، مصر مقصه السادس، السابع سموحه، الانتاج الحربي في المركز الثامن، المقاولين العرب في التاسع، الاسماعيلي العاشر، الجونه 11، حرس الحدود 12، طنطا 13، طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، اسوان. جدول شكله حلو، كل الفرق لعبة 6 مباريات، ممكن فرقه لعبة 5 مباريات، ده علشان النهارده في فرق بتبقى باي، فرق ما اشتركتش او انسحبت، فرق انسحبت من بطوله الجمهوريه او قطاعات ناشئين ما عندهاش السن ده 2003. لكن شكل الجدول حلو النهارده، شكل الجدول لما تبص على الدوري الانجليزي ولا الدوري الاسباني ولا الدوري الفرنسي ولا الدوري البرتغالي او اي دوري في العالم ما بتلاقيش الحبتشكنات، ما بتلاقيش الحبتشكنات. الاسبوع الخامس مكان الاسبوع التاسع والاسبوع، السنه اللي فاتت كنا بنتكلم ونقول اسبوع يعني موسم استثنائي، السنه دي قلنا نبتدي بقى والعجله تدور ونشوف جداول واشكال جداول محترمه. اتمنى ان شاء الله يعني الامور ترجع زي الاول. نروح لمنتخب الاسبوع، كل اللعيبه بقى اللي تالقت خلال الاسبوع اللي فات سلوكيا قبل فنيا. معانا منتخب الاسبوع في حراسه المرمى احمد طارق سليمان مواليد 99 من الحراس اللي دايما بتصعد للفريق الاول. عندنا محمد شكري باك ليفت، محمد شكري من العناصر المميزه اللي بتوقع ان شاء الله هيكون موجود في الفريق الاول وهياخد فرصه في الفريق الاول. عندنا علاء نبيل مواليد 2000، ابراهيم عبد الحكيم 2003، فارس طارق مواليد 2000، في خط الوسط محمد رضا حجازي مواليد 2000 ومحمد وائل مواليد 2003، تحت المهاجم احمد سيد غريب اللي احرز
سبع اهداف ما شاء الله امام نشر العمال 2002، ميدو نبيل 2003، علي عمرو 2002، والعربي جمال مواليد 2000. عربي جمال من المهاجمين المميزين ما شاء الله، السنه اللي فاتت تالق هو هداف كان مسابقته مواليد 2000، والسنه دي برده ما شاء الله يعني متالق في بدايه الموسم، بيحرز كمان يعني ثلاث اهداف في بدايه المشوار. كان في موضوع انتشر خلال الفتره اللي فاتت على السوشيال ميديا، موضوع مهم جدا. دايما في برنامج الاشبال بنكون مع كل ناشئ داخل قطاعات الناشئين. الناشئ احمد السعداني هو لاعب بلديه المحله، لعيب كويس جدا، لعيب موهوب، لعيب انضم لمنتخب مصر مع الكابتن ربيع ياسين وبيلعب باك ليفت، لكن للاسف الفتره دي بمر بظروف صعبه جدا جدا جدا، يعني بتمنى من الجميع ان يدعي له، الناس كلها تدعي لاحمد السعداني. احمد السعداني جات له جلطه نزيف في المخ، يعني حاجه قويه جدا، نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يعني يمر المحنه دي واهله ربنا يصبرهم ويمروا كمان بالمحنه دي. معايا دلوقتي على التليفون الاستاذ مصطفى الشامي امين صندوق بلديه المحله عشان اساله عن احمد السعداني. ازيك يا استاذ مصطفى؟ كابتن اسامه ازي حضرتك؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي كل اسره البرنامج. تحياتي ليك، طمنا على احمد السعداني. احمد السعداني من ولاد بلديه المحله، يعني بلديه المحله عملت ايه مع احمد السعداني خلال الفتره اللي فاتت؟ احنا طبعا حضرتك بتكلمني يمكن واحنا لسه من ساعه زمن بس كنت عند احمد في المستشفى. الحمد لله بطمن حضرتك عليه اولا طبعا، وبشكر حضرتك على اهتمامكم باحمد وبالموضوع، وبشكر الناس كلها اهتمت بيه. طبعا احنا قمنا بدورنا الطبيعي تجاه احمد، ابن من ابناء النادي، ويعني مش اول حاله طبعا بندعي له كلنا بالشفاء العاجل ان هو يسترد عافيته بسرعه ويرجع لمكانه احسن واقوى باذن الله من الاول. احنا معاه خطوه بخطوه وكل اللي هو محتاجه الحمد لله موفرينه كالعاده، وباذن الله يرجع احسن من الاول وفي اسرع وقت ان شاء الله. الحاله وصلت ليه يا استاذ مصطفى؟ يعني حالته دلوقتي، هل هو محجوز دلوقتي في مستشفى في الرعايه؟ الظروف ايه؟ اخبارها ايه؟ هو احنا متابعين الحاله من يوم الاربع بالليل تقريبا. هو كان لما روح كان عنده مباراه، وبعد لما روح كانت حصلت له المشكله دي ونقلناه على، تم التواصل سريعا ونقلناه على مستشفى في طنطا. تمام. وهو قاعد في العنايه المركزه لحد ما الحاله استقرت الحمد لله النهارده، وابتدى يبقى الاحسن والكلام احسن والحركه احسن بكثير. كويس. وكنا في اجتماع مع الدكاتره واتفقنا ان احنا ان شاء الله باذن الله في خلال الساعات اللي جايه هننقله للقاهره باذن الله عشان يتلقى رعايه افضل وعلاج احسن، وباذن الله يرجع احسن من الاول ان شاء الله. سمعت ان هو محتاج يعني يتنقل معهد ناصر، في جهاز هناك في معهد ناصر هو محتاج يكون موجود على الجهاز ده، وهنا رسالتنا يعني برضو للمسؤولين في معهد ناصر، لو يعني سمعتوا نداءنا، ده ولد صغير وجات له مشكله كبيره، جلطه في المخ، يعني اتمنى يكون في تفاعل مع المسؤولين. احنا ان شاء الله على تواصل، احنا على تواصل معاهم، هو بس الموضوع هيتوقف ان هم يعملوا بكره كده اشعه معينه، هننقله بكره يعمل اشعه معينه ان شاء الله باذن الله كده على عضله القلب، تعرف نعرف ايه سر ورا الجلطه يعني اللي جت في المخ، وباذن الله يعني بعد ما نخلص التقرير هنديله على طول مباشره باذن الله. اكيد مش غريب على بلديه المحله يا استاذ مصطفى الشامي، يعني انه بيقفوا جنب اولادهم في بلديه المحله. وانت فرصه معانا يا استاذ مصطفى، طمنا بقى على قطاع الناشئين في بلديه المحله، خاصه يعني حلم الصعود بيراود دايما بلديه المحله. كان يعني السنة اللي فاتت أو اللي قبلها على ما أتذكر كان يا دوب خطوات بسيطة من الدوري الممتاز، لكن يعني ما كانش فيه توفيق. قطاع الناشئين السنة دي هل في اعتماد على قطاع الناشئين برضو للفريق الأول؟ إحنا طبعًا زي ما حضرتك بتقول بنبقى كل سنة بنبقى قريبين جدًا من الصعود، بقى لنا حوالي ثلاث أربع مواسم بنعاني من نفس الموضوع في اللحظات الأخيرة، يعني ربنا ما بيكتبش الصعود في الآخر. السنه دي احنا الحمد لله معانا الكابتن كرم جابر مدير فني، شخصيه محترمه جدا طبعا، بيشتغل بفكر محترم، ومعانا قررنا السنه دي ان احنا نحافظ على القوام الاساسي للفرقه من السنه اللي فاتت، وده ما كانش بيحصل في السنين اللي قبل كده. وكمان اضفنا ليهم من ولاد النادي الناشئين، احنا عندنا خمسه من القوام الاساسي للفرقه من ولاد النادي من ناشئين النادي، نعتمد عليهم اعتماد كلي، وعندهم طبعا روح مختلفه وعندهم انتماء مختلف. طبعا حضرتك عارف الكلام ده كويس جدا، بيبقى الانتماء بيبقى في الملعب موضوع مختلف يعني.
فباذن الله يعني يبقى لهم دور مؤثر السنه دي في الصعود، وربنا يكتب الخير ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لبلديه المحله وحضرتك يا استاذ مصطفى، ونشوف ان شاء الله بلديه المحله ثاني يعني عوده للدوري الممتاز ان شاء الله. شكرا شكرا. دي كانت قصه احمد السعداني. احمد السعداني زي ما بقول لحضراتكم ولد صغير مواليد 2001، الازمه حصلت له من ايام بسيطه ومن اسابيع بسيطه، خلص التمرين او خلص المباراه ورجع البيت كان في شيء او حاجه مضايقاه، على اساسها او على اثرها جات له الجلطه. هو دلوقتي موجود زي ما الاستاذ مصطفى الشامي قال، موجود في احدى المستشفيات في طنطا، وانا متاكد ان بلديه المحله دايما يعني مش هيتاخر عن ولاده وعن ابنائه، بس رسالتي من هنا ان هو محتاج جهاز معين يكون موجود في معهد ناصر، يكون موجود على الجهاز ده. اتمنى حد من المسؤولين في معهد ناصر يعني يلبي النداء ويكون موجود، ده برضو انقاذ يعني حياه ولد صغير وكمان حياه اسره. برضو عندنا مشكلة تانية كانت تداولت برضو على السوشيال ميديا، هي موضوع نادي كوكاكولا. كوكاكولا تابع لمنطقة الغربية، الفريق الأول وقطاع الناشئين، إذ فجأة كوكاكولا بيشارك في وجه بحري في القاهرة والناشئين. دي كان موضوع مصار أيضا على السوشيال ميديا. هيكون معانا برضو بعد شوية معانا دلوقتي الأستاذ محمود الشيخ صحفي بموقع الفجر، نسأله عن موضوع كوكاكولا. تحياتي ليك يا استاذ محمود. يا كابتن اسامه، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. اول واحد كنت اثرت انت موضوع كوكاكولا، كوكاكولا تابع لمنطقه الغربيه، فريق الاول قطاع الناشئين، السنه دي كوكاكولا بيلعب في منطقه القاهره، فريق اول وناشئين، ايه الحكايه؟ الحكايه غريبه شويه يا كابتن اسامه ومش مفهومه. كوكاكولا طالع قرار رسمي لثلاث انديه من ضمنها كوكاكولا. خلينا نتكلم على كوكاكولا لانه بيلعب بالناشئين. تمام. وده الاصعب، يعني اصعب من مرحله البراعه. فريق اول ناشئين طالع قرار رسمي من اللجنه الخماسيه المؤقته اللي بتدير اتحاد كوره، اتحاد الكوره الحالي، بالموافقه على لعب نادي كوكاكولا في منطقه القاهره. تمام. الخطوره في ايه يا كابتن اسامه؟ ان انا تواصلت مع ثلاثه من اعضاء اللجنه الخماسيه في اتحاد الكوره، ولا واحد منهم عنده علم بالموضوع. ولا واحد من اعضاء اللجنه الخماسيه عنده علم بالموضوع. تحديدا الدكتور احمد عبد الله، الدكتور جمال محمد علي، الدكتوره سحر عبد الحق. طب لما نحب نسال مين؟ ده قرار رسمي طالع باجتماع مجلس اداره. تمام. كوكاكولا هي يعني لا استنى 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 ارجع لا استنى يا استاذ محمود ارجع تاني الحته دي. انت النهارده بتقول قرار صادر بمجلس اداره، بتسال اللجنه الخماسيه هم اعضاء مجلس اداره بينفوا لك او ما عندهمش علم بالموضوع؟ ما عندهمش علم بالموضوع. انا قلت لحضرتك، ذكرت لحضرتك الاسماء اللي انا تواصلت معاها تواصل مباشر في موضوع كوكاكولا اللي بنتكلم عليه، وبعد كده المقصه والجونه. والمقصه والجونه بيختلف شويه عن كوكاكولا. ان المقصه والجونه تم السماح ليهم انهم يلعبوا دوري براعه منطقه الجيزه، وهم ايضا تبع الجونه تبع البحر الاحمر، والمقصه تبع منطقه الفيوم. تمام. ولكن وضع كوكاكولا ان هو اتوافق على الناشئين، مسابقات الناشئين. طب اللائحه بتاعت اتحاد الكوره او القرار اللي كان طالع السنه اللي فاتت بيقول ايه؟ ممنوع اي نادي في قطاعات الناشئين والبراعم يلعب خارج منطقته. تمام. منعوا حاجه اسمها انتساب. تمام. وبناء عليه جميع الانديه السنه اللي فاتت، كل الانديه بتلعب في منطقتها التزمت بالقرار ده. هل القرار ده اتلغى يا كابتن اسامه؟ ما اتلغاش. حتى الان ما اتلغاش. طيب لو المنطقه ما بتنظمش المسابقه، يعني كوكاكولا عايز يلعب في الغربيه مثلا 99، بس منطقه الغربيه ما بتنظمش المسابقه، ايه الوضع؟ يلعب في اقرب منطقه ليه. يعني النهارده منطقه الغربيه اقرب منطقه ليه تكون منطقه الدقهليه مثلا؟ الدقهليه، البحيره، المنوفيه، صفر الشيخ، عندك خمس محافظات في الدلتا. تمام. الخمس محافظات المعروفين، طب الخمسه ما فيهمش، تيجي على القليوبيه، تيجي انما نط من الغربيه للقاهره مره واحده، ازاي برضو ما حدش يعرف؟ يعني ده القرار اللي كان طالع اتحاد الكوره. هل الموظفين او بعض الموظفين في اتحاد الكوره خدوا او ساعدوا او نقلوا صوره غير واضحه للجنه الخماسيه علشان يمرروا القرار ده؟ ده اللي انا تساءلت فيه وسالته، لان انا بكلم اعضاء اللجنه الخماسيه يقول لك احنا والله ما عندناش علم. لا، ما انت النهارده هي دي علامه استفهام، علامه استفهام لما بتسال اعضاء اللجنه الخماسيه عن الموضوع ويقول لك ما نعرفش ما عندناش علم، وطالع قرار مجلس اداره بالموافقه. ما نعرفش. بالظبط.
القرار الثاني ده قرار خاص بكوكاكولا اللي نزلت في جدول مسابقات القاهره وبتلعب بطوله منطقه القاهره، وكان عندها ماتش النهارده تقريبا او بكره مع نادي الداخليه 99، ولعبوا ماتش في الاسبوع الاولاني، يعني اتحطت السكنت في الجداول ولعبت ماتشاتها والدنيا زي الفل معاها في الناشئين هنا في منطقه القاهره. ده بالنسبه لفريق ايه؟ يا فندم يا كابتن ما سمعتكش. بالنسبه لفريق ايه تاني؟ معلش ما سمعتش الحته دي. عندك المقصه والجونه. المقصه والجونه بس انت قلت لي واخدين موافقات من الاول. دول واخدين، لا واخدين موافقات الشهر ده برضو من اتحاد الكوره. اه. موافقين، واخدين موافقات من اتحاد الكوره ان هم يلعبوا في منطقه الجيزه. الازمه فين بقى يا كابتن اسامه؟ اه. ان في 26 نادي لما تلاقوا كوكاكولا توافق ليهم ان هم يلعبوا منطقه القاهره راحوا مقدمين هم كمان عايزين يلعبوا في منطقه القاهره والجيزه. طبعا. رفض الاتحاد او اللجنه الخماسيه او القائم باعمال المدير التنفيذي رفض. طيب فالناس بدات الانديه تتساءل اشمعنى كوكاكولا؟ دي وافقت الكوكاكولا ومش عايز توافق لينا. تمام. تمام. الناس في الناحيه الثانيه الجونه والمقاصه لما راحوا يلعبوا دوري منطقه براعم في منطقه الجيزه اتقدم الاسماعيلي وسموحه وبيراميدز باعتبارهم ثلاث انديه من الدوري الممتاز ليهم فروع قائمه وشغاله هنا في القاهره بقالها خمس سنين وست سنين، قالوا احنا عايزين نلعب في منطقة الجيزة زي ما حضرتك وافقت للمقاصة وافقت للجونة لازم توافق لنا طبعا. حتى الآن اتحاد الكرة ما وافقش وحصلت أو بتدور أزمات كبيرة جدا في اتحاد الكرة حاليا ما بين اللجنة الخماسية وما بين الجهاز التنفيذي، لأن الجهاز التنفيذي وضع حسب معلومات اللجنة الخماسية في مأزق إن هو وافق الأندية طبعا بدون علم اللجنة الخماسية ورفض الأندية الثانية، فالأندية الثانية دي دلوقتي في حاله احتقان عندها. طب بناء على ايه او ايه المعايير اللي حضرتك وافقت عليها وايه المعايير اللي انت بترفضنا؟ انت لو وافقت مبدا المساواه ايه؟ طالما وافقت الفريق لازم طالما خسرت القرار بتاعك اللي انت مطلعه وما التزمتش بالقرار بتاعك اللي انت مطلعه يبقى ما افترضناش، يبقى انت توافق لينا احنا كمان. طبعا تمام، ما ينفعش طبعا مبدا الكلمه بمكيالين. شكرا للاستاذ محمود الشيخ صحفي بموقع الفجر. من الواضح كده مع اللجنه الخماسيه هنشوف عجب العجاب. نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية. بجد تحية بحضراتكم مرة تانية. دايما في برنامج الأشبال بنناقش قضايا كتير، قضايا تزوير وقضايا تسنين زي القضية اللي فاتت كمان اللي كان أستاذ محمود الشيخ كان بنناقشها كوكاكولا في منطقه الغربيه وطلع في منطقه القاهره، فدايما في برنامج الاشبال بتتبنى قضايا ودايما بنوجد لها حل. عندنا ازمه جديده هي برضو ازمه الملاعب المستمره اللي بتقضي على مواهب كتير عندنا، مواهب صاعده وواعده ممكن تكون موجوده في انديه كبيره او منتخبات مصر الناشئين والشباب والاولمبي وكمان تكون موجوده في منتخب مصر الاول. للاسف ازمه الملاعب بتقضي على المواهب دي. نروح دلوقتي للاستاذ محمود درويش الصحفي بموقع فيتو نتعرف اكتر منه. استاذ محمود درويش دايما يعني بيغطي الناشئين في فيتو على اعلى مستوى. تحياتي ليك يا استاذ محمود. تحياتي لحضرتك يا كابتن اسامه وكل الجماهير اللي بتتفرج على البرنامج الجميل برنامج استاد الاشبال اللي بيألقى الضوء فعلا على مسابقات الناشئين في كافه انحاء الجمهوريه. ربنا يكرمك، قول لي بقى ماذا لديك من جديد؟ بالنسبه للملاعب يعني انا في صور للاسف شفتها بتاع ملعب نادي الترام اسكندريه. ترام طبعا نادي الترام من اعرق الانديه اللي كانت في الدوري المصري في القرن الماضي. في بدايه القرن الماضي. نادي الترام للاسف الملعب نستعرض الصور دلوقتي للاسف يعني ملاعب سيئه جدا. ملعب سيء جدا، اتفضل يا استاذ محمود. طبعا انا وطالب وزاره الشباب ان هي يكون لها دور ان هي تقدر تحل ازمه ملعب نادي الترام. يعني نادي الترام ده النادي حصل على بطوله كاس مصر سنه موسم 38 39 الفريق الاول والناشئين والبراعم وكل قطاع الكوره في نادي الترام بيلعب على ملعب لا يصلح للاستخدام الادمي. طيب كل الانديه اللي بيستقبلوها طبعا يعني ممكن يعرض لعيبه كتير للاسف لاصابات كارثيه. مش مفروض في لجنه بتطلع من المناطق كل المناطق بتعين ملاعب المباريات قبل بدء المسابقه؟ ده المتبع مفروض
يعني المتابعه. بس دلوقتي لو في ازمه في الملاعب، هم المناطق برضو بيبقى في موقف صعب، مثلا عنده بطولات هتبدا وما عندوش ملاعب اللي هي تقدر تغطي كافه الماتشات، فبيضطروا مثلا يستقبلوا الماتشات. تمام. طيب بعيدا بقى عن ازمه الملاعب، كنت عامل انت احصائيه بعدد اللاعبين المقيدين في سجلات الاتحاد من كل انديه مصر. هي الاحصائيه من اتحاد الكوره على فكره، مش انا يعني انا الاحصائيه موجوده في اتحاد الكوره. جات لي من يعني من اتحاد الكوره. وانا يعني الاحصائيه بالارقام بالتقريب، تم تسجيل وقيد 50,000 لاعب في مسابقات الناشئين والشباب هذا الموسم. ما شاء الله. 50,000 لاعب في مسابقات البراعم، 43,000 لاعب. منطقه القاهره طبعا لها نصيب الاسد في موضوع مسابقات الناشئين والبراعم. 19,000 لاعب ما شاء الله. يعني منطقه القاهره في الناشئين حوالي 10,000 لاعب. البراعم حوالي 8,300 لاعب. ما شاء الله. طبعا اداره شؤون اللاعبين بمنطقه القاهره بكابتن ايهاب توفيق بتبذل مجهود كبير في قيد واستخراج كارنيهات اللاعبين، وطبعا منطقه القاهره طبعا بكابتن حماده الشربيني وكابتن محمد حشيش ومسابقات القاهره بكابتن ايمن حسان بينظموا بطولات لاكثر من 80 نادي ومركز شباب. طبعا ده منطقه القاهره تعد اتحاد كره مصغر. طبعا طبعا. خلي بالك منطقه القاهره كبير. منطقه القاهره كانت الاول هي مقر اتحاد الكره المصري زمان. طبعا. منطقه القاهره اتحاد مصغر يعني. طبعا. يعني مجهود كبير طبعا. الاحصائيات الثانيه، منطقه الاسكندريه تالي منطقه القاهره في عدد قيد اللاعبين بحوالي 13,500 لاعب. منطقه الجيزه تاتي في المرتبه الثالثه بحوالي 12,000 لاعب. ما شاء الله. قاعده كبيره جدا من الناشئين والاشبال. طبعا طبعا. هي منطقه المناطق للاعبين ده والمفترض ان قيد اللاعبين مستمر الناشئين والبراعم اول كل شهر حتى 1 يناير لحد 31 يناير، يعني اول كل شهر يتم قيد فتح باب القيد للناشئين والبراعم، عكس طبعا الفريق الدوري الممتاز. مظبوط كده. بنشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمود على المعلومات القيمه. ما شاء الله عندنا قاعده كبيره جدا من المواهب في قطاعات الناشئين. ان شاء الله بنتمنى لاولادنا كلهم كل التوفيق، وان شاء الله كل ولد يقدر يحقق حلمه في يوم من الايام. نروح لفقره جديده عملناها هنا في برنامج الاشبال، فقره اسمها فريق المستقبل، بنهديها لفايلر والفريق الاول. النهارده لو فايلر جنب الفريق الاول كله وحب يستعين بفريق من قطاع الناشئين، حارس مرمى، 4 في خط الظهر، 2 ديفندرات، 3 تحت المهاجم ومهاجم، احنا في الفقره دي بنهدي لفايلر والجهاز الفني الفريق الاول 11 لاعب يقدروا ان شاء الله يمثلوا النادي الاهلي في المستقبل القريب. هنبتديها النهارده مع لاعب موهوب النادي الاهلي اشتراه من غزل المحله السنه اللي فاتت، هو اللاعب محمد فخري. نروح نشوف التقرير ده عن محمد فخري ونرجع لحضراتكم مرة تانية. منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها الكابتن محمود الخطيب رئاسة النادي، وضع قطاع الناشئين في قمة أولوياته، فبادر بعقد العديد من الاجتماعات وإعادة هيكلته، ومنح مدربيه فرصة معايشة الأندية الأوروبية. منح الخطيب الضوء الأخضر لمسؤول القطاع واللجنة الفنية في البحث والتنقيب عن المواهب في كل ربوع مصر لتدعيم الفرق طبقا لأعمارها السنية. ظهرت جهود إدارة الأهلي سريعا، فبات النادي يمتلك قاعدة مميزة من اللاعبين في جميع المراكز. في كل أسبوع نقدم لكم بطاقة تعارف لنجم على الطريق، لاعب المستقبل، ليكون ورقة في خطة السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول في خطته المقبلة للشياطين الحمر. محمد فخري هو أحد أهم عناصر المستقبل بالقلعة الحمراء، لما يملكه من قدرات فنية وبدنية رائعة لفتت الأنظار إليه مبكرا. ولد فخري في الرابع من مارس عام 1999
تم تصعيده للفريق الأول بغزل المحلة وهو لم يتخطى حاجز 17 عام ليقدم مستوى جيد جعله محط أنظار العديد من الأندية، لكنه اختار أن يحقق حلم حياته ولينضم للمارد الأحمر. نجحت إدارة الأهلي في إتمام التعاقد معه يناير 2018 ليكون أحد أهم الصفقات في فرق الناشئين. يتمتع فخري بالعديد من السمات والمهارات، فهو يجيد اللعب في مراكز الجناح الأيمن والأيسر وصانع الألعاب. قال عنه نجم الأهلي السابق سمير كمونة: إنه لاعب رائع مهاري يجيد التسجيل رغم مشاركته في مراكز خلف رأس الحربة. محمد فخري تم تصعيده للتدرب مع الفريق الأول، لكنه ينتظر الفرصة وقد تأتي قريبا مع مدرب اسمه فايلر يؤمن بمستقبل النادي العريق. محمد فخري انتظروا. ان شاء الله محمد فخري وفريق المستمع زي ما نقول لحضراتكم يعني كل حلقه يكون معانا لاعب بنتبنى له يعني بنتوقع له ان شاء الله انه يكون موجود في الفريق الاول بالنادي الاهلي لما بياخد فرصه. نروح دلوقتي لفقره الفقره اللي حضراتكم كلكم تستنوها، فقره الاهداف بالصوت والصوره. كمل انت حاجتك يا صاحبي يا شيخ. وركلة الجزاء محمد شكري يتصدى يكمل مرة تانية. جول 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 جوه جول. هدف أول للنادي الأهلي، محمد شكري يضع هدف أول للنادي الأهلي. عمل الفول على كورة محمد شكري، سليمة شالها في المرة الأولى ما قدرش يشيلها في المرة الثانية. محمد شكري وركلة حرة للنادي الأهلي. شكري جول 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 جوه جول. هدف تاني للنادي الاهلي. قلت لحضراتكم احد اللاعبين المميزين في الكرات الثابته محمد شكري يستعيد بريقه ولمعانه ويضع هدف ثاني للنادي الاهلي في يلعب بشيكا ويعلق في المرمى مش ممكن من قلب المرمى. هدف اول لفريق الانتاج الحربي، هدف أول للإنتاج الحربي عن طريق حمودي، هدف أول عن طريق حمودي. عايزة تطلع أفضل من كده يا رجالة، ولكن استغلها حمودي ووضع هدف أول لفريق الإنتاج الحربي. صالح وسليم صالح جول 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 جوه جول. هدف ثالث وصافرة النهاية والختام يطلقها محمد عباس مايو بفوز النادي الأهلي على فريق الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدف. أحرز أهداف النادي الأهلي هدفين لمحمد شكري وهدف لصالح نصر، بينما أحرز هدف فريق الإنتاج الحربي اللاعب محمد حمودي. مبروك للنادي الأهلي. بدر واحد على واحد فرق السرعة زي ما قلت لحضراتكم بيعدي بدر 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 عدى 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 رقص حط جول 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 جوه جول. هدف أول لفريق الجونة عن طريق البدر، عن طريق بدر الشاطر. مفيش أشطر ولا أجمل ولا أحلى من كده. انطلق وعدى زي المارد زي المارد. الثعلب فات فات وعدى ومر وفات. بدر الشاطر اضع هدف اول لفريق الجونه على الركنيه. عمر عماد يلعبها
في المرمى وادي جول وادي جول 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 جوه جول رأفت خليل يضع هدف التعادل للنادي الاهلي هدف التعادل للنادي الاهلي اللاعب رأفت خليل بضربة راس احمد سيد عبد القطع وضم لجوه حط يا راجل يلعبها بعرض ملعب غريب غريب يسند والله يا راجل يلا جول 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 جوه جول هدف اول للنادي الاهلي ضم غريب غريب احمد سيد غريب وش رجله هيودي يلعبها عرضيه عرضيه يا ولد يا ولد جول هدف تاني رائع للنادي الاهلي عن طريق اللاعب احمد عربي محمد خالد التمرير احمد سيد غريب غريب يا ولد على كعب القدم علي عمرو حط يا راجل جول حط يا راجل جول ومستر اسيست في النادي الاهلي احمد سيد غريب في هذا اللقاء وهدف تاني احمد عربي احمد عربي عربي يلعب عرضيه غريب غريب مش ممكن عايزه تركيز عايزه اهتمام وادي الهدف الرابع علي عمرو الهدف الثاني لعلي عمرو والهدف الرابع للنادي الاهلي مره ثانيه لو ضغط خالد خالد مشي عدى 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 خالد لعبها يا ولد مع غريب جول هدف هدف خامس للنادي الاهلي محمد خالد لعبها على القائم الاول طالع عدت مره تحط يا راجل جول 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 هدف سادس للنادي الاهلي والهاتريك علي عمرو لعبت في اتجاه محمد خالد خالد مشي عدى خالد 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 يلعبها في المرمى الهدف السابع هدف سابع للنادي الاهلي اتجاه احمد عربي عربي مش عربي 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 العرضيه العرضيه عربي لكن حطها في المرمى عربي هدف ثامن للنادي الاهلي ثامن ثاني اهداف احمد عربي احمد سيد وركله جزاء احمد سيد يلعبها يا ولد في المرمى جول هدف تاسع للنادي الاهلي حطها جميله سريعه وفي زاويه وفي ارتفاع رائع صعب على حارس المرمى لعبت اتجاه علي عمرو ما فيهاش اي حاجه راح في رب نص الملعب علي 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 يصوب ضعيفه ولكن في المرمى في المرمى هدف عاشر للنادي الاهلي كالت كالت لعبت عرضيه غريبه جول غريبه جول هدف 11 للنادي الاهلي اللاعب احمد سيد غريب لغريب غريب لعب واحده الثانيه مع هشام مش هشام 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 يلعب في المرمى ولا يحطها فين يلعبها هشام جول 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 هدف ال 12 للنادي الاهلي عن طريق اللاعب محمد هشام محمد هشام يلعب لعلي عمرو علي علي يلعبها يا ولد يا ولد يا ولد الهدف ال 13 للنادي الاهلي يلم خالد غير ملعب جميل عند الولد محمد هشام روح يا هشام 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 يلعبها في المرمى والهدف ال 14 عن طريق اللاعب محمد هشام هدف يلعب مره ثانيه خالد 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 العرضيه حط يا راجل جول غريب والهدف ال 15 الهاتريك غريب والهدف ال 15 للنادي الاهلي عادل زياد يلعبها مازن 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 يلعبها مازن ولكن جول 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 الهدف ال 16 للنادي الاهلي غريب يلعبها محمد هشام عايز يوسع لنفسه هشام يا ولد يا ولد يا ولد ولد يا ولد وش رجله الخارجي هدف هدف ثالث للاعب محمد هشام هادي عماره عدى وانطلق هادي ماشي هادي عماره هادي العرضيه فين هادي يلعبها يا ولد جول 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 هدف 18 للنادي الاهلي لكن يا ولد يا ولد يا ولد يا هادي عماره يلعبها بعرض الملعب مازن يا مش ممكن يا مازن ولكن هدف للنادي الاهلي عن طريق هادي عماره لغريب غريب غريب مش غريب عدى غريب غريب يلعبها في المرمى 20 20 هدف ال 20 للنادي الاهلي مالكي المالكي سند مشي عدى يلعب العرضيه فين المالكي المالكي جول 21 21 للنادي الاهلي محمد خالد يلعبها في اتجاه غريب وادي الهدف ال 22 22 احمد سيد غريب لعب الطويل في اتجاه غريب سند غريب عدى غريب غريب لكن يا ولد كريم 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 طرف فيها بعد بيها كريم كريم يلعب لغريب غريب يلعبها في المرمى يا ولد يا ولد يا غريب هدف 23
هنروح للقاءات ما بعد مباراة الأهلي والجونة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 مواليد 2004، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل أستقبل ضيفي الكابتن محمد عبد المنعم مدافع فريق شباب النادي الأهلي. أحب الكابتن أسامة أخويا طبعا وصديقي وصديق ملاعب وده بيتي، وكنت أتمنى إن يعني إن أنا ما أتعصبش في بيتي، وكنت أتمنى إن أنا ما بحبش أكون في الكيان بتاعنا. أنا متربي في النادي الأهلي وكل أصحابي في النادي الأهلي وعشت كلها في النادي الأهلي، وكابتن أسامة طبعا هو أدرى واحد بالموضوع ده. أنا مبسوط جدا النهارده اللي إحنا عملنا تجربة زي دي. الولاد تعبوا وبذلوا مجهود كبير، فرقة الأهلي فرقة محترمة جدا، إحنا متعودين على كده من الأهلي، وفرقة الجونة فرقة محترمة، ما حالفنا الحظ ما حالفناش طبعا، و أديك شفت الماتش وصوتي رايح مش قادر أتكلم خالص طبعا. وأنا برحب كابتن أسامة حسني جدا وبالضيوف، وطبعا لو معاه ضيوف برحب كابتن أسامة حسني أخويا طبعا وصاحبي وحبيبي وأخويا الكبير طبعا أسامة، وأنا متربي في النادي الأهلي وعارف النادي الأهلي وعارف اللي بيخش جوه في الاوضه في النادي الاهلي بيقول ايه، وعارف المدير الفني في الاوضه بيقول ايه، وعارف الدوافع الجانبيه والشخصيه للعيبه، مدير القطاع بيبقى عامل ازاي، الحافز اللي عند اللعيبه، اللعيبه عندهم دافع من ماتش المولين. الماتش المولين احنا جه فينا جون في الدقيقه 89 وفي الدقيقه 94 كنا عاملين جيم على المولين، مصر كلها اتكلمت عن الجيم ده. احنا الحظ مش ماشي معانا اليوم، مش هنقول حظ طبعا، مش هقول مش موفقين. الماتشات اللي فاتت المقاولين اتغلبنا، الانتاج الحربي في اخر برضو في دقايق كده اتغلبنا فيها في دقايق الاخيره، بس اديك شفت الولاد ما بيأدوا على ملعب كويس وبيأدوا على اداء كويس في وسط الجمهور كويس، والناس محترمين قاعدين طبعا. النادي الاهلي كله كابتن ياسر ريان وكابتن فتحي مبروك مدير القطاع، وانا استعدنا استعداد زي اي ماتش، بس طبعا الاهلي بقى مختلف. النادي الاهلي طبعا بنستعد له استعداد طبعا قبلها، اللعيبه بتركز في الماتش، بيقعدوا قبلها بيومين مثلا طبعا اكل معين نوم معين منهم بدري، بتابعهم في الواتساب، عاملين جروب على الواتساب طبعا، هم كل النوادي في مصر الناشئين عاملين جروبات على الواتساب، متابعهم بتصل بيهم يوميا، معايا لعيبه مغتربه بتصل بيهم اطمن عليها في الشقق بتاعتهم، اكلتوا ايه، نمتوا الساعه كام. ماتش الاهلي كان مختلف شويه، استعدنا استعداد مختلف شويه في ماتش الاهلي. انا زعلان جدا، بدري ده انا اللي جايبه النادي، وكان في ضغوطات ان هو ما يجيش اصلا، ده ابني وانا بحبه جدا ومن اهم العناصر عندي في الفرقه، والنهارده كان موفق جدا. انا زعلان جدا من اللي ضيعه، انا زعلان ان هو ما طلعش بثلاثه واربعه، مع احترامي طبعا الكبير للنادي الاهلي طبعا والكيان، زعلت ان بدر ما قدرش يسجل ثلاث اهداف، ده كل اللي زعلني. ممكن يكون هو في وجود كابتن اسلام، ممكن يكون هو عايز يعمل شغل نفسه معين، بس هو دي النصيب وده القدر بتاع ربنا سبحانه وتعالى. طبعا زعلان، احنا كنا جايين طبعا مش ده هدفنا خالص التعادل، احنا الحمد لله يعني جات لنا فرص كتير بس ما عرفناش استغلها، بالذات انا جات لي كذا فرصه بس ما عرفتش استغلها يعني، برضو الحمد لله يعني، بس زي ما قلت مش ده اللي احنا كنا عايزينه خالص، احنا كنا جايين وطمعين في الثلاثه بونت بتوع الماتش. طبعا الاهلي ده فوق راسي طبعا، ده الاهلي ده نادي كبير طبعا، الناس كلها نفسها تلعب في الاهلي، بس ان انت بتلعب في فرقه انتمائك لنادي الجونه يعني الحمد لله. طبعا بابا دايما بيشجعني ان انا لو اهلي زمالك ما اي فرقه طبعا بيشجعني ان انا اجيب، وطبعا هيبقى زعلان مني ان انا ما جيتش الاول والثاني والثالث زي ما شفت. احنا من بعد الماتش بتاع الماتش اللي فات المقاولين كنا حصل لنا كذا حاجه كده، كنا طبعا احنا هنلعب الاهلي ومش عارف ايه، بس احنا في الاخر اكتشفنا ان هو الاهلي طبعا فرقه عالميه حلم اي حد انه يلعب فيها طبعا زي ما قلت، بس طبعا يعني تعبنا والحمد لله ربنا كافئنا، بس زي ما قلت لك ده مش اللي احنا كنا عايزينه، بس الحمد لله والله الحمد لله. احنا كنا جايين ومتوقعين اصلا ان احنا ما نعملش النتيجه دي، فرقه النادي الاهلي فرقه كبيره ولها كل الاحترام، بس الحمد لله جون خطا بنقع فيه كل مره، بس الحمد لله على النتيجه وعلى الاداء الحمد لله. وقال لنا ان النادي الاهلي فرقه كبيره، قال لنا ان احنا ننزل نمتع نفسنا، والنتيجه مكتوبه عند ربنا الحمد لله. قال لنا اهم حاجه حتى لو خسرت او كسبت المهم الاداء الحمد لله. وانا وكريم اسامه الحمد لله انا على طول بنتكلم مع بعض، احنا كنا نازلين الماتش متكلمين مع بعض ما يخش فينا جوان، بس الحمد لله احنا على طول في التمرين بنشجع نفسنا قبل الماتش، بس الحمد لله ده الكوره بقى.
بجد تحيه بحضراتكم مره تانية، وبرحب بضيفي اللي مشرفني ومنورني في برنامج الاشبال، محمد عبد المنعم مدافع فريق شباب النادي الاهلي. ازيك يا محمد؟ الحمد لله يا كابتن تمام والله. اخبارك ايه؟ كله تمام والله الحمد لله. انا مبسوط جدا ان انا مع حضرتك، كمان مبسوط ان انا في بيت النادي الاهلي طبعا. منورنا وبشرفنا. قول لي بقى البدايه، انضميت للنادي الاهلي ازاي؟ كان اختبارات ولا النادي الاهلي شافك في مكان واشتراك؟ البدايه كانت ازاي؟ كان اختبارات، كنت انا في سنه رابعه وجيت عملت اختبارات. كان مع كابتن اسامه وكابتن محمد اسماعيل. يعني اول واحد اختارك كابتن اسامه عربي؟ لا، كان اول واحد اختارني كابتن عبد الله عاشور. كابتن عبد الله عاشور؟ كان عملنا تقسيمه وراح واخدني وسط، كان وسط 20 واحد. كان 10 و10 خدني. كانت تقسيمه 10 و10. خدني راح مضينا على طول. طبعا في الاختبارات بيبقى في اعداد كبيره جدا. طبعا. يعني ممكن يوصل ل 70,000. 70,000؟ طبعا. احكي لي بقى، وصف لي شعورك الليله اللي انت جاي فيها تاني يوم النادي الاهلي وانت نايم كده، حلمك ايه او شعورك ايه وانت جاي النادي الاهلي تختبر لاول مره؟ طبعا اي حد ليه شرف ان هو يلعب في النادي الاهلي. فانا كنت مبسوط جدا يعني اللي انا اختاروني. ما عرفتش انام ساعتها اليوم ده. والله ما عرفت انام يا كابتن اسامه. كان فرحه اهلي بيا وزمايلي وجيراني، كانت حاجه حلوه يعني. الحمد لله اللي انا اتضميت للنادي الاهلي وانا من صغير، فتعلمت قواعد ومبادئ النادي يعني الحمد لله. طيب عايز اخدك بقى، انت اول ما دخلت النادي الاهلي كان عندك كام سنه؟ كان عندي 9 سنين. 9 سنين، من بدايه من 9 سنين دلوقتي ما شاء الله عندك كام دلوقتي؟ 19؟ 19 سنه. 19 سنه. خلال 10 سنين مين المدربين اللي مرنوك في قطاع الناشئين؟ كان اول واحد كان مسكني كان كابتن مشير حنفي. ده كان اول واحد، هو كابتن سامي قمصان. تمام. وكابتن ياسر رجب. ده له فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى يعني. كنت انا بلعب هاف يمين. فقال لي لا انت راجعك العب مساك وبتاع. يعني بدايتك كانت ناحيه اليمين؟ كانت هاف يمين. كابتن ياسر رجب هو اللي وظفك في المساك. ففضلت اعيط اقول له يا كابتن لا مش عايز العب وبتاع، انا ما بحبش المكان ده وبتاع. فقال لي لا انت هتبقى احسن مساك في مصر وبتاع. لحد دلوقتي بيفكرني بالكلام ده. هو دلوقتي مع الكابتن عمرو انور. صح، مدرب عام معاك وفريق الشباب. فعد دلوقتي بيفكرني بالكلام ده يعني. فاول ما نتكلم في الكلام ده بنضحك وبتاع ونهزر ونقول له كانت ايام يا كابتن بتاع. قال لي فانا بشكره طبعا من قناه النادي الاهلي، بشكره على وقفتك جنبي وتغيير المركزي اللي انت كنت شايفه اللي انا كنت اصلح العب فيه. وكابتن عبد الرحمن طبعا السنه اللي فاتت. يعني اشتغل معايا جامد يعني كابتن اسامه بجد، يعني فضل عليه بعد ربنا سبحانه وتعالى برضه وقف معايا. كان بيساعدك على طول السنه اللي فاتت من 99 ل 97. كنت على طول العب معاه. موجود كل مباريات. كنت على طول العب معاه وكان مديني الثقه وكان عامل فيها كويسه. ما خسرناش ولا ماتش يا كابتن اسامه اول دور في الدور الاول ولا ماتش، كنا كله سكور سكور. جبت السنه اللي فاتت هدف الاهلي والزمالك صح؟ صح. ما تجيبوا لنا كده الاهداف نشوف اهداف عبد المنعم. ماشي، بيحضروها دلوقتي وهيجهزوها. ماشي. اتفضل يا منعم. فيعني كابتن عادل انسان محترم طبعا وانا بشكره على وقفته جنبي وبتاع الحمد لله. وكابتن عمرو انور. كابتن عمرو انور شغال ما شاء الله السنه دي ماشي كويس يعني. لعبنا 6 ماتشات الحمد لله، كسبنا 5 وتعادلنا 1. كويس. فده ناتج كويس طبعا. وربنا يكرمه الفتره الجايه ان شاء الله ونبقى قد المسؤوليه وناخد البطوله باذن الله. طيب لعبت منتخبات مصر منها يعني؟ رحت منتخبات برضه. لعبت منتخب الشباب 99. كويس. كان مع كابتن حماده صدي. والكابتن تامر حسن والكابتن سامح حسني. طبعا كانت فتره كويسه جدا جدا يعني فتره المنتخب ديت. فكنا لعبنا بطوله زامبيا. فاكر انا كنت انت كمان من ارجل اللعيبه ما شاء الله. من الاصل فيك او اتعلمت منه كتير؟ اتعلمت من كابتن ياسر. كابتن ياسر رجب. كابتن ياسر رجب. طبعا ياسر رجب. فكان بيفضل يكلمني على ان انا اطلع واجيب جوان واشوط. فديت كانت بيطور ادائك الفني يعني. كان كان بيطور من الحاجات دي مني. السنه اللي فاتت الحمد لله جايب 8 تجوان او 7 تجوان. كويس. فيعني هو كان له دور برضه في حاجات الجوان دي يعني. انت مساك بتلعب برضه في الكرات الثابته وبتجيد عمليه الاهداف دي. السنه اللي فاتت جبت كام هدف مع فريق الشباب؟ جبت 6 او 7. 6 او 7.
اغلى هدف فيهم كان على ما اعتقد كان مباراه الاهلي والزمالك، كان في مدينه نصر. فزعنا احنا المباراه كان وكان برده ماتش المقاولين. كان 0-0 وجبت جون كويس، ده فتح الماتش يعني. التصعيد بقى، التصعيد للفريق الاول وبدايه انك تتمرن مع الفريق الاول بدا امتى؟ بدا كان مع كابتن حسام البدري. كان اول ماتش كان دجله، كان مدافعين كلهم مصابين وبتاع، ده ماتش رسمي، كان ماتش رسمي. فدخلت السكور، كنت ممكن اشارك بس يعني الحمد لله ما حصلش نصيب. يعني انت دخلت في السكور في السنه دي؟ دخلت 9 ماتشات. ما شاء الله، ده انت كده يبقى انت محسوب لك دوري. الحمد لله. دخلت 9 ماتشات، كان من ضمنهم المقاولين لما لعبناهم السنه اللي فاتت، كان ماتشين ورا بعض لما كسبناهم 5 وكسبناهم 4. فدي كنت قاعد على الدكه برضو كويس، كنت هنزل بقى، قال لي اجهز هنا وبتاع، ففجاه راح كابتن احمد فتحي لعب مساك. فقلت له كابتن احمد انت جاي تلعب مساك دلوقتي؟ عايز تاخد فرصه، انت مستني دقيقه عشان تشارك. طبعا. لا ان شاء الله يعني، بص ما تستعجلش، الفرصه هتيجي، ده هدفك في المقاولين العربه يعني. نشكر المخرج بتاعنا بيبو، بص جاهز بيه على طول. الهدف كان مقاولين في الكرات الثابته. كان الكابتن عادل عبد الرحمن دايما بحفظكم الوقفه والتحركات، ودايما بيبقى ليكوا تريك كده في الكرات الثابته. كنا بنجيب منها اجوان كتير. كنا بنجيب منها اجوان كتير قوي يا كابتن اسامه. كنا بنعمل 3 تركات بس كان ايه، محدش بيفهمهم خالص. فكنا بنجيب منهم جوان كتير يعني، كنا نص الجوان منهم. طيب اول مباراه بقى شاركت فيها مع الفريق الاول تفتكرها؟ طبعا. مباراه ايه؟ اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد، يعني شعورك ايه بقى؟ يعني انت النهارده بتتمرن مع الفريق الاول، اول مباراه ليك قصاد فريق كبير، فريق عالمي يعني، فريق اسباني. طبعا. مدريد، نزلت انت في اخر المباراه. نزلت اخر نص ساعه. اخر نص ساعه. فكان كمان كان الجمهور موجود. فدي كانت دافع ليا قوي كمان. فكنت فرحان جدا، كنت فرحان جدا ان انا هشارك قدام اتلتيكو مدريد اول ماتش ليا كمان. كمان كان جمهور الاهلي موجود، فكنت نفسي اعمل يعني اموت نفسي عشان اظهر بشكل كويس، عشان دي اول مباراه ليا. فالحمد لله برضه ظهرت بشكل كويس وكملت مع الفريق الاول الحمد لله. طيب بعد رحيل الكابتن حسام جه كارترون، شاركت مع كارترون في مباراه وديه صح؟ شاركت معاه ودخلت ماتشات معاه في الكاس، كان ماتش دخلت في الكاس مره. كان ماتش ترسانة. كويس. دخلت معاه واتمرنت معاه بشكل كويس وكنت بادي، وهو كان بيكلمني كمان، كان بيقول لي انزل العب ماتشات فينشين اجهز وبتاع عشان ان شاء الله بالك له دور الفتره الجايه وبتاع. وبعد رحيل كارترون برضو فضل يعني عمليه تصعيدك للفرقه المستمره، وبتشارك وموجود في مباريات الوديه وفي التمرين مع لاسارتي. كان مع مستر لاسارتي. صح كده. عملت معاهم فتره اعداد برضو، كانت في اسبانيا. في اسبانيا. فكنت ماشي كويس معاهم الفتره ديت، وكنت بتمرن كويس. وحتى لعبنا هناك ماتشات كتير، فشاركت اول ماتش، نزلت الشوط الثاني، فكنت كويس يعني الحمد لله. طيب فايلر بقى اخيرا. طبعا موجود انت برضو مع الفريق الاول بتتمرن معاه. موجود الحمد لله. مدرب كويس يعني ما شاء الله عليه. النصايح اللي ممكن النتائج بتاعته فيها، النصايح اللي انا قال لي ما تزهقش بتاع، اتمرن كويس، افضل شغال لحد ما هتيجي لك الفرصه. حتى انا كلمته اللي انا انزل العب ماتشات تحت يعني مع 9 كويس. فقال لي كويس اللي انت بتفكر كده وبتاع، اللي انت هتجهز وبتاع. فدي يعني طريقه كلامه كانت كويسه معايا، فادتني دافع ان انا اتمرن كويس واجتهد واشتغل واصبر عشان تجي لي فرصه ان شاء الله واركز فيها باذن الله. كويس، وده شعور كويس انك انت من خلال التمرين فوق برضو تجهز عشان لما تاخد فرصه، وان شاء الله الفرصه هتيجي ان شاء الله. بس لما تيجي بقى يعني تتمسك فيها وتقول يعني انا احق ان انا اكون موجود ان شاء الله باذن الله باذن الله. طيب مين بقى من لعيبه الفريق الاول وانت موجود على طول معاهم اللي دايما بيسندك وبيدعمك وبيحفزك دايما؟ ويعني اكيد في اللعيبه كلها، بس اكيد في ناس قريبه من محمد عبد المنعم. في ناس كتير قوي يعني. انا عايزك اقول كلمه برضو للعيبه فوق، لعيبه محترمه، لعيبه رجاله، اي حد بيطلع من تحت بيقفوا جنبه وبيكلموه يا كابتن اسامه بجد والله، وبيديله نصايح ويقولوا له اشتغل كذا واعمل كذا واتمرن ما تزهقش ان شاء الله فرصه تيجي لك. فكابتن احمد فتحي، كابتن احمد فتحي على طول بيكلمني كويس، وكابتن سعد سمير ومحمد محمود على طول بيكلمني وبتاع، بنقول له الحمد لله على السلامه ورجع. الحمد لله على السلامه ان شاء الله. ربنا يكرمه كده يا رب ويقدم لنا بقى حاجه كده كويسه باذن الله ان شاء الله. هو لعيب كبير طبعا. مثلك الاعلى بقى وانت بتقعد تتفرج كده على مباريات النادي الاهلي دلوقتي او حتى القديمه،
اللعيب اللي انت يعني تحب تبقى زيه او بتتعلم منه حتى لما تتفرج عليه في مركز بتلعب طبعا مساك؟ طبعا. طيب عشان بنقول برضو الجميل محمد عبد المنعم من المساكين يعني ما شاء الله عليه، لو خد فرصه مع الفريق الاول هيثبت اقدامه ان شاء الله باذن الله. مين مسلك الاعلى بقى؟ كابتن وائل جمعه طبعا يعني. كابتن وائل جمعه اتعلمنا منه كتير، لعب كتير ما شاء الله، كان وحش بمعنى الكلمه، كان صخره في الدفاع. طبعا كان وحش ما شاء الله، ربنا يكرمه ان شاء الله في حياته. هو كان ده كان مثل الاعلى، فكله كان واخده مثل الاعلى طبعا. كابتن محمد ابو تريكه طبعا في الالتزام. طبعا يعني ده حاجه مشرفه الكره المصريه طبعا عامه يعني. طموحاتك يا منعم وانت بتطلع مع الفريق الاول دايما كده اكيد بتقعد مع نفسك، نفسي او امنياتي في يوم من الايام اكون موجود مثلا في المباراه دي، او مثلا اكون في النادي الاهلي احقق تاريخ، طموحاتك ايه الشخصيه مع فريق الاول بالنادي الاهلي؟ يعني طبعا انا نفسي العب اول حاجه واقدم نفسي للجمهور والناس اللي مستنياني ان شاء الله، بادي المسؤوليه ان شاء الله واظهر بشكل كويس وربنا يكرمني واقدر اسعد جمهور النادي الاهلي، عشان الجمهور ده بجد بيقف في ظهرنا بيساندنا يعني. ده حاجه بشكرهم عليهم طبعا، ربنا يكرمني الفتره الجايه ان شاء الله واكون قد المسؤوليه باذن الله. انت قلت لي مين كمان تاني؟ كمان كان في يوم كنت راجع من التمرين فروحت لاصحابي في مدينه نصر قعدت معاهم وبتاع، فلقيت معلقين كاس افريقيا في النادي وبتاع فكان في احتفاليه وبتاع ففضلت شويه كده مركز عليه، فقلت ان شاء الله في يوم من الايام هرفعه باذن الله ان شاء الله. وانت انت كابتن النادي الاهلي كمان ان شاء الله باذن الله. طيب وانت بتتكلم بتقول لي في لعيبه من الفريق الاول بتدعمنا، احمد فتحي وسام عاشور وسعد سمير وحنان محمود، قول الو كده. الو 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 محمود. تحياتي ليك يا محمد حبيبي. يا كابتن قدام ازي حضرتك؟ حابب نقول لك طبعا الحمد لله على السلامه وان شاء الله ترجع تتالق تاني وتصول وتقول في الملاعب مره اخرى ان شاء الله. حبيبي يا كابتن اسامه ربنا يخليك، عارف لما كنت عرفت اسمي ادي يا فلان. منعم دلوقتي بيقول لي من اكتر الناس اللي دايما بيكلموني وبيساندوني ويدعموني، وكمان هو يعني بيقول بستمتع بمحمد محمود في الملعب. لا والله يعني انا بتكلم بجد يعني، هو فعلا سنه صغير يا كابتن اسامه بس لاعب كبير جدا وعنده كتير جدا يقدمه للفريق ويقدمه للنادي. انا مش بوجهه لان هو يعني يستاهل ان الواحد يتعب معاه يتكلم معاه. شخصيه جميله جدا، راجل متدين، راجل ملتزم بره الملعب قبل ما يكون جوه الملعب، امكانياته عاليه جدا يا كابتن اسامه. يعني كل الصفات دي لما تبقى موجوده في لاعب مش ناقصه غير انك توجهه بس على الصح، وهو ما شاء الله يعني مش محتاج حد يوجهه، الراجل عارف طريقه وعارف ماشي ازاي وبيتمرن ازاي ومحافظ على نفسه جدا ما شاء الله عليه. يعني صغير في السن بس ما شاء الله يعني لعيب محترف فعلا. طمنا بقى وطمن جمهور النادي الاهلي على محمد محمود، خاصة بعد ما شاركت كمان في مباراة الإعلاميين وما شاء الله ظهرت بمستوى طيب وبحالة كمان بدنية كويسة يا محمد. والله يا كابتن أسامة الواحد الحمد لله يعني المستوى اللي ظهر بيه ده يعني المجهود الواحد تعب منه الفترة اللي فاتت، يعني الفترة اللي فاتت الواحد كان داس على نفسه كتير جدا عشان يحاول يبقى يخش مع المجموعة بسرعة، يعني زي ما حضرتك شايف أنا غايب بقالي 8 شهور ونص الفرقة، فيعني التعب اللي انا تعبته ده كنت بتعبه عشان خاطر لما اجي اخش مع الفرقه انسجم بسرعه في نفس الليفل بتاع المرحله البدنيه اللي هم فيها اللي هم واصلينها. والله الحمد لله يعني انا دلوقتي يعني الحمد لله خلاص جاهز بنسبه 100% للمشاركه مع النادي الاهلي. لكن الفتره اللي جايه بقى محتاجه رؤيه الجهاز الفني وامتى اشارك معاهم يعني بشكل اكبر. يعني انا لو من الكابتن شاوي غريب عندي وقت ان انا اجهز محمد محمود من خلال المباريات الوديه القادمه ويكون موجود معايا في القائمه اللي هتعلن اخر الشهر. ما هو ضمني يعني في القائمه بتاعت 30 لعيب كويس، يعني هو الكابتن شاوي يعني عنده ثقه عندي ليا يعني غير طبيعيه فضمني معايا ان شاء الله تكون موجود كده وترجع تاني يعني احسن من الاول يا محمد، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله خلال الفتره الجايه. شكرا محمد محمود. شعور حلو يا منعم لما بتلاقي العلاقه ما بين لاعب الفريق الاول واللاعب الناشئين، العمليه دي يعني
بيبقى فيها حب وفيها دايما توجيه، حتى لو هو يعني قدك في السنة واكبر حاجه بسيطه، لكن عمليه الحب دي مهمه جدا. اه طبعا محمد محمود من الشخصيات المحترمه جدا، لاعب كبير. هو طبعا هو تعب في اخر فتره ديت، كان بيتمرن كويس، كان بيتمرن فترتين بيزود كويس. كمان كان يعني كل شويه يقول لي انا جاي مدينه نصر، اقول له في حاجه ولا ايه؟ يقول لي انا جاي عشان دكتور بتاع التغذيه. فكان مظبط نفسه واهل نفسه ان هو عشان يرجع اقوى واحسن من الاول، فربنا يكرمه ويكملها على خير يا رب، ويشارك فيها رب وقت كده وكسر الدنيا ان شاء الله. هو ما شاء الله ظهر كمان بحاله كويسه، ما تحسش ان هو بعيد عن الملعب. طبعا يا كابتن، الاعلاميه يعني دخل الماتش ما شاء الله كان بادئ ما شاء الله، يعني ربنا يحميه، لعيب كبير في نص الملعب يعني بيطلع الفراوده وبيطلع العفوات، وكان عامل شغل ما شاء الله، يعني ربنا يحميه يا رب ان شاء الله، ربنا يحميه من الاصابات. قول لي بقى، انت قعدت في صراحه ناشئين النادي الاهلي. قعدت في صراحه الناشئين دي، انا طلعت لعيبه كتير طلعت نجوم وطلعت نجوم يعني بدون ذكر اسمهم، بس انت يعني عشت فتره في الاستراحه. الاستراحه ديت يعني اللي بيبقى بعيد هم ده بيضموه في الاستراحه، بيناموا اكله وشربه بيبقى في الاستراحه، فدي الاستراحه ديت يعني بيتنا الثاني. فبنعيش مع بعض انا وزمايلي، بوجههم كلمه طبعا انت اخواتي وربنا يكرمكم ان شاء الله، انت عندكم في مواهب كتير كبيره في الاستراحه، فان شاء الله ربنا يكرمكم كده وتكسروا الدنيا ان شاء الله، وتفيدوا ان شاء الله النادي باذن الله. وبشكر استاذ جلال واستاذ عادل المشرفين، مشرفين الاستراحه، استاذ جلال واستاذ عادل واستاذ عاطف واستاذ اشرف، استاذ عصام تخفي الصحاد دلوقتي. شرفتنا ونورتنا بينك حبيبي يا كابتن، ده الشرف طبعا ان انا اكون موجود مع حضرتك وفي قناه النادي الاهلي بيتي، ويا رب اكون ضيف خفيف يا مشاهدين يا رب. لا انا براهن عليك، براهن على محمد عبد المنعم، لو خد فرصه في الفريق الاول ان شاء الله هيكون موجود واساسي كمان، ولو هو كان بيشارك الفتره اللي فاتت كنت يعني متاكد ان الكابتن شوقي غريب كان هيضمه كمان للمنتخب الاولمبي. شرفتنا ونورتنا حبيبي يا كابتن سامي، ربنا يخليك يا رب. في نهايه حلقتنا النهارده بشكر ضيف اللي كان مشرفني ومنورني، الكابتن محمد عبد المنعم مدافع فريق شباب النادي الاهلي. كده حلقتنا خلصت، نشوفكم الاسبوع اللي جاي على الف خير وحلقه جديده من الاشباح. عايز اوجه كلمه